خاصة تشدني قصص الهمم والطموح. صلاح الدين الأيوبي يقول يوم كان طفل صغير يقول جاه أبوه وهو يلعب مع العيال الصغار يلعبون. يقول أبوه كان جسمه كبير وعظيم. يقول مرة يوم جاء له يلعب مع فتية يقول أخذه بثوبه ورفعه قال ما أنجبتك لتلعب مع الفتية إنما أنجبتك لتحرر البيت الأقصى أو المسجد الأقصى. يقول كان زعلان منه ورايح يصلي بعدين رماه. يقول يوم مشى حذف الورع. يقول يوم مشى سمع ضربة الورع في الأرض. توه تصور أن الورع صغير وهو جسمه كبير وأن حذفه من بعيد. جت حنية لب. يقول التفت إلا الولد طايح. يقول والصغار متجمعين عليه. يقول هو يرجع قال آلمتك السقطة يعني تعورت من الطيحة. قال ما كان لمحرر المسجد الأقصى أن تؤلم هذه السقطة. كفو جميل. قال ما كان لمحرر المسجد الأقصى أن تؤلم هذه السقطة. يعني أنت أنجبت المسجد الأقصى ما هي معولتني الطيحة دي. وكبر صلاح الدين الأيوبي وفي راسه الهمة والطموح إلين حرر المسجد الأقصى. فإذا تكلمنا عن الطموح هذا هو الطموح والهمة. أنا بس أعلق تعليق.